السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح عليكم بأجمل التحايا الصباحية أعزائنا المشاهدين، تحايا تعطر نفوسكم وتبهج وجيهكم، وعسى الله يواليكم الصحة والسلامة ويثمر لقانا بكم بالفايدة. صبحكم الله بالخير مشاهدين الصباح رباح، أنعم الله علينا بالصحة والعافية، ولازم نحن نحافظ على الصحة اللي وهبنا الله. وفعلا الصحة والعافية يا نيلة وايد مهمة، وبنتناولها اليوم في حلقتنا في مواضيع صحية تهمنا جميع. الحلو في طرح هذه المواضيع الصحية كانت أو غذائية أو غيرها، أن احنا نلاقي الاهتمام الجيد وارتفاع الوعي عند الناس والمؤسسات وسائر الجهات المختلفة. وعلشان كذي اليوم بنطلع معاكم بنقل مباشر من بلدية الضعاين اللي تقوم بفعاليات معرض عن الغذاء الصحي السليم واستهلاكه. ومن باب أيضا اهتمامنا بهالغذاء الصحي بنتكلم عن فائدته للصايم في رمضان من الناحية الطبية في فقرة تغذية، وبعد بنتكلم عنه من الناحية الدينية في فقرة قيم، وخصوصا نحن مقبلين على شهر رمضان ومنا من بصومه ومنا من رفع الله عنا الحرج. ما زالت مشاهدينا تغطياتنا المباشرة للأنشطة الصيفية مستمرة. اليوم بنكون في النادي العلمي لنتعرف على أنشطتهم. خلونا الحين نبدأ معاكم بنشاطات قطر لليوم. فقرة الصحف نبدأها بتلخيص أبرز العناوين الواردة في صحف اليوم، ومن بينها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر أمس قرارا أميريا بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 37 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ونص القرار الأميري على أن يستبدل بنص المادة 6 من القرار الأميري رقم 37 لسنة 2001 والمشار إليه. وبموجب القرار يترأس المجلس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المجلس، ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير. كما أصدر صاحب السمو الأمير المفدى أمس قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار برئاسة سموه. كما أصدر سمو الأمير قراراً أميرياً بتعيين سعادة السيد أحمد محمد أحمد السيد رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار. والآن مشاهدينا باقي العناوين نتابعها في هذا التقرير. نبدأ مع الوطن. تأهب في البلديات لاستقبال رمضان، حملات مكثفة على مختلف المنشآت الغذائية. البورصة ترتفع 38 نقطة. معرض نفحات رمضانية بكتارة. مسابقة في تلاوة القرآن الكريم بالعربي. أما الشرق، القطرية تفتتح مكتباً في هاروتس اليوم. روتا تكرم المتطوعين المشاركين في برنامج محو الأمية. إشادة عالمية وعربية بقاموس مصطلحات المناظرة باللغة العربية والإنجليزية. الأوقاف تكشف عن فعاليات برنامجها الرمضاني طاعة ومغفرة 2. الراية، توجيهات أميرية بتطوير اللجنة الإقطارية لدعم القدس. البلدية، مكان لتجهيز القراقير بالوكرة قريبا. تدريب الأطفال على لغة الإشارة خلال دورة نظمها ثقافي الصم. توفير مفكرة صحية للأطفال قريبا. وأخيرا العرب، افتتاح الجبلات قبل رمضان. إغلاق جزئي لدوار مسامير أحمد بن زيدون. العوين يناقش التدريب الوالدي وسلامة الأطفال.
14 يوليو فتح التسجيل لطلاب المنازل، متاح لجميع الجنسيات ويسمح ب 120 طالبا في كل قسم. وصلنا مشاهدينا لفقرة مقال اليوم تحت عنوان لا للكبرياء لا للغرور، وصية من سمو الأمير. اكتبت أميرة الإسحاق هذا المقال من جريدة الوطن. لقد أبهرنا خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، مؤكدا على ذم هذه الصفات والتأكيد على البعد عنها، الغرور والكبرياء، لأنه تعالى على الناس وازدراء بهم وتأخير لمعاملاتهم وعدم التعامل مع الجميع بشفافية إلا في وجود مصلحة. فهذه الصفات آفات فتاكة تفتك بالمجتمع، ولا بد من اقتلاعها من جذورها والتحذير منها. فهنا تتضح لنا رؤية أميرنا وحرصه على سلامة مواطنيه ومجتمعه منها. فهناك بعد نظر من سموه للحفاظ على ترابط كل من يقيم على أرض وطن الخير قطر، وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة، نظرة وحكمة شمولية من أميرنا. فهل سنأخذها بعين الاعتبار؟ الحديث يطول عن هذه الصفة، نصائح من ذهب لهم. من تواضع لله رفعه، يجب التحلي بالتواضع والبعد عن الكبر، واجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرص على مشاعر الآخرين. إذا أردت النجاح وحدك لن تنجح، والغرور يهدم ولا يبني. فكر بإيجابية وكن متفائلا، واخدم بقلب صاف وبروح متفانية، تجاهد في البذل والعطاء يملأها حب الوطن والخير للجميع. مشاهدينا، من هاي المقال الإيجابي إلى موضوع آخر. بدأت ببلدية الضعاين أمس فعاليات معرض الغذاء الصحي السليم، واللي نظم فريق التوعية بالبلدية بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الضعاين الصحي، وراح يستمر لمدة 4 أيام. زميلتنا نور المنصوري موجودة هناك وبتكلمنا أكثر عن الموضوع. صباح الخير نور. صباح الخير يا نيلة، صبح عليك على اختي دعاء وصبح على المشاهدين الكرام. انا اليوم في مركز هلا يا حصه. هلا. اوكي، حصه مش دعاء. اصبح عليك يا نيلة واصبح على حصه. انا اليوم في مركز خدمات الضعاين، طبعا اللي هي مركز صحي وطواري اطفال وغير مراكز الشرطه اللي خاصه بوزاره الداخليه. وانا بالتحديد قلتي في بلديه الضعاين عندهم اليوم مركز معرض صحي، المعرض الغذائي الصحي للاستهلاك السليم الاستهلاكي، انزين، اللي بدا من 1/7 وبينتهي 4/7. معنا اخوي احمد الشمري حق تفاصيل اكثر عن هالمعرض. هلا اخوي. مرحبا اختي، كيف الحال؟ بخير الله يسلمك. صبحكم الله بالخير. حبيت اقول لكم اول شيء هذا المعرض هو فكرته 4 ايام، يبدا من 1 إلى 4/7، وهو يتضمن فعاليات حق 3 مراكز اللي متابعة الرقابة الصحية من بلدية الضعاين، وبالاشتراك مع حماية المستهلك ومركز الصحي البلدية المجمع الضعاين. طبعا المعرض في اليوم الأول صار الافتتاح، وفي فعاليات في بالنسبة اليوم عندنا محاضرة عن غذائي صحتك في المركز الصحي، وتكون في الساعة 10. وطبعا الحين نتطرق حنا حق اقسام المعرض. نبدا في اللي هو الهرم الغذائي للنظام العالمي الامريكي، وهو باني على جسم الانسان، وهو يقسم لك كيف الانسان ياكل وكيف يتابع نشاطه اليومي. هاي الهرم الغذائي الجديد. اي نعم، الهرم الغذائي الجديد اللي هو يعني يتكلم عن الساعات الحرارية اللي يستهلكها الإنسان وكم يحرقها في اليوم حسب النشاط البدني. بعدين نجي على الأساسيات الأربعة لسلامة الأغذية، اللي هي فصل الأطعمة، والمحافظة على نظافة العامل ونظافة الشخصية، وتبريد وتجميد شو اسمه الأطعمة، وطهي ودرجات الحرارة بالنسبة للتسيح والطبخ. بعدين نجي عند هنا درجات الطبخ، وهي درجات الطبخ معروفة بالنسبة للحوم إن شاء الله. بالنسبة للحوم اللي هي أنا بس عشان يشوفون المشاهدين، اللي هي بالنسبة للحوم تكون درجة الحرارة 75 درجة مئوية، وهي الدرجة المناسبة للطبخ. ودرجة وهناك طرق بالنسبة للتسييح. تسييح اللحوم هي 3 أنواع، في الميكروويف الطريقة الأسلم،
والطريقة الأحسن هي نقل العينة من الثلاجة من الفريزر للثلاجة العادية اللي هي درجة حرارتها تكون بين 4 إلى 2 في العادية عشان تتم تسييحها في بدرجة مناسبة. وبعدين نجي عند اللي هي الأطعمة اللي هي طويلة الأجل، وهي الأطعمة اللي هي تكون دوم في سوء تخزين، فلازم محافظة عليها ويعني تكون منتبه قبل لا تعاينها وقبل لا تشتريها، تكون منتبه وعارف شنو فيها يعني. وبعدين نجي عند اللي هي الأغذية التالفة، المعلبات وغيرها. الأغذية التالفة كثير من الناس ما يعرفون يعني عنها، مثل عندك هذه أختي، شوف عندك اللي هي الطعوجات ولا أي خراب أي دمج فيها هي ممكن تضر في الصحة، فهي على طول تبلغين راعي المنشأة الغذائية أنه يتلف المادة، أو تبلغين البلدية التابعة للمنشأة الغذائية. وأيضا عندنا اللي هي البطاقة الإعلامية، البطاقة الإعلامية اللي هي الليبل اللي تجي في العينة الغذائية. البطاقة الإعلانية اللي هي في نفسها هنا هذه، وتكون في بعد بالنسبة لهذه تشوفون فيه هنا المواد، وتكون كل المواد موجودة، كم كيلو جرام فيها، كم ملي جرام فيها، عشان الواحد إذا فيه أي حساسية، فيه أي نوع من الألرجيك ما ياخذها من الأساس، ويعرف كم فيها قيمة غذائية. وبعدين نتطرق هنا عند التغليف بشكل عام. التغليف هذا نزل تعميم قبل سنة تقريبا أو أكثر، نزل تعميم أنه لا يستخدم الأغذية الساخنة على البلاستيك والنايلون. ففي شركة أنتجت مواد جديدة اللي هي اسمها فود جريت. الفود جريت هذه الشركة هي أنتجت مواد بالنسبة للخبز والمعلبات، يعني أي منتج حار ممكن تاخذينه لازم يكون فيه العلامة هذه، يعني يخصصها مغلفات خاصة، مغلفات خاصة للأغذية الحارة، لأن الغذاء الحار مع البلاستيك تعرفين ينتشر مواد ممكن تذوب فيها، فهي مضرة في الصحة. عندكم العلامة هذه ممكن تشوفينها، العلامة هذه لازم تكون في كل تكون في كل تغليف وكل منشأة غذائية لازم تكون فيها، وفي كل يعني معلب لازم تحصلين، اللي هي من قلاصات، من علب الفلين، كلها موجود فيها لازم تحصلين فيها. وطبعا اهم شيء اللي هو الخبز لازم تكون موجودة العلامة ايضا. وعندك هنا انواع الأجهزة اللي مستخدمة في شو اسمه في التفتيش الغذائي في الرقابة الصحية. انا اشوف أجهزة كثيرة، بس يا ريت تلخص لي كل جهاز وشغله. بس ان الأغذية عندك بداية نبدأ في حق قلي الزيت، جهاز كشف تكسر الزيت، لأن إذا تكسر الزيت وصارت درجة حرارته لازم تنكشف على 42، ودرجة تكسر الزيت من 24 مئوية. الجهاز يطلع إذا كانت فوق 24 مئوية بالمية، اللي هي 24% اللي هي درجة تكسر الزيت منتهية وممكن تكون مواد مسرطنة وتكون مواد خطيرة، وهو يكشف لك هذا، يعلمك على كل شيء. وهو دوم نستخدمه يعني مو بكل الأحوال، يعني مرات الزيت يكون واضح من الأساس أنه متكسر ومنتهي. زين، أنا من ساعة شفت الجهاز مو سألتك الصراحة عنه، قل لي عنه. هذا الجهاز يسمونه الماسح الميكروبي، وهو قياس الأسطح، يعني مثل عندك الكاتينج بورد حق اللحم أو السلطة أو أي شيء، السطح فقط نمسح فيها والجهاز يكشف لنا إذا فيها ميكروبات ولا لا، يعطينا من الآخر. الجهاز وين موجود؟ الجهاز موجود عندنا نستخدمه واجد، بس طبعا ما مو متوفر هو عند الناس العاديين، بس انه لانه هو في يستخدم خاصية الليزر في الدي ان اي، فصعب يتواجد عند الناس ما حد يفهمه. وعندك هذا في نوعين من الجهاز درجات الحرارة، هذا القياس درجات الحرارة الأسطح بالليزر، هو في الليزر فقط قياس درجة حرارة مثل الثلاجة ولا الفريزرات. وعندك هذا اللي هو قياس المواد الصلبة مثل الدجاج، المواد المطبوخة، يعني ممكن تكون مطبوخة من الخارج بس من الداخل للحين هنية أو فيها دم، فهذه تنحط في العينة وتشوف كم درجة الحرارة الداخلية، يعني تكشف إذا كان مستوي من داخل ولا لا. لازم تكون درجة الحرارة الداخلية مناسبة مثل الخارجية 75 درجة مئوية. وهذا الجهاز اللي هو عندك نظام قياس درجة البي اتش اللي هي درجة الأحماض والقلوية في العينة في السوائل ولا المواد الغذائية. وعندنا طبعا هنا البروشرات، ومن اهمها هذه خصصناها حق المعرض هذا سويناها، وهي معلومات عن الغذاء، وبمناسبه ان رمضان جاي وحطينا بعض النصائح الطبيه، والبروشور يتكلم عن الغذاء والتغذيه السليمه والغذاء واستهلاكه قبل وبعد الشراء، وفي طبعا نصائح بسيطه عن رمضان، نصائح تكون بسيطه عن رمضان، كيف الواحد يتشرى، كيف الواحد يعني ياخذ العينه وهو مرتاح
وما يكون فيها أي ضرر له ولا أفراد عائلته. وطبعا بالنسبة لهذا المعرض بالنسبة للرقابة الصحية، الحين نتطرق احنا عندنا بالاشتراك مع حماية المستهلك، حماية المستهلك شاركونا في المعرض هذا، وعندنا المركز الصحي شاركونا أيضا في المعرض هذا عن طريق بعض الأشياء منهم. وشاكركم حضوركم. يعطيك العافية، تسلم والله الصراحة ما خلتني أسأل ولا سؤال، جاوبت على كل الأسئلة بدون ما أسأل. تسلم أخوي ما تقصر. مشاهدين الكرام، احنا كنا في بلدة الضعان في المعرض الغذائي الصحي السليم واستهلاكاته. طبعا هالمعرض شفتوا ايش يتضمن، يتضمن الغذاء الصحي وسلامة الغذاء والارشادات الخاصة فيه. بنتقل عند نيلة، يعطيكم العافية. نيلة هاي كان كل شيء عندي. يعطيك العافية نور، شكرا لك ولضيفك. حصة نفس ما شفتي يعني هناك اجهزة متعددة حق قياسات كل يعني كل اكل احنا بناكله هناك، يعني في اجهزة لقياساتها. وغير هذه يعني تنوع وايد كبير في المعلومات، في طرق التثقيف، استخدامات معينة للكشف عن سلامة الأغذية يعني. وغير هذه وفوق هذه كلها أنه واصلين إلى آخر الدراسات، يعني جميل أن هم عارضين الهرم الغذائي واللي الجديد الأمريكي واللي وصلوا ومهتمين بصحة بصحتنا إحنا كناس، وفي نفس الوقت لسلامتنا سواء كنا يعني في طبخ سلامتنا في قبل لا نوصل إلى مرحلة الطبخ ونوصل للمطبخ، أن إحنا شلون بعد في اختيار الأغذية والسليمة. نعم مشاهدينا، بعد الفاصل بنكون معاكم مع موضوع مهم جدا نجمع فيه فقرتين تعودتم تشوفونهم منفصلين، وهو المعفى من الصيام، وبنتكلم مع منال مسلم وشيخ المفتاح عن هالموضوع. تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. الدين الإسلامي دين سماحة ويسر، فالتخفيف ورفع الحرج من مقاصد الشريعة الإسلامية. من معفى من الصيام ولماذا؟ موضوع مهم جدا رح نعالجه اليوم من الناحية الدينية ومن الناحية الطبية والصحية في فقرة واحدة مع الأستاذة شيخ المفتاح مديرة مشروع فرحة وطاعة في قطر الخيرية، ومع أستاذتنا منال مسلم خبيرة تثقيف صحي في مؤسسة حمد الطبية. شلونكم أستاذتنا؟ الحمد لله. أستاذة شيخة، أبغى أوجه لك السؤال الأول: من هم الأشخاص المعفيين من الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هناك أصناف عدة، يعني المريض، المسافر، المريض الذي لا يرجى شفائه، الحامل، النفساء، يعني هؤلاء هم اللي معذورين من الصيام. نعم منال، احنا عرفنا الحين من المعفيين، نبي نعرف شنو هي العوارض او انواع الامراض اللي تستوجب انه ما يصوم فيها الانسان،
وبعد هناك يعني معروف أن في بعض المخاطر اللي تظهر عندهم إذا صاموا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في فرق بين العوارض والأمراض نيلة. العوارض إذا كان الشخص صايم أصلا وحس بدوخة شديدة مع شعور بالرعشة وزغللة في البصر وعدم توازن في الجسم، بالإضافة إلى مثلا شعور بالرغبة في القيء أو شعور بالارتفاع في درجة الحرارة، ممكن هذه نسمح فيها للشخص أنه يفطر ويكسر صيامه ويراجع أقرب طبيب أو أي عيادة حتى يعرف سبب هذه العوارض. قد تكون هذه العوارض مسببة لأحد الأمراض الخطيرة. أما بالنسبة للأمراض، في عندنا أمراض عدة مثل أمراض القلب والشرايين، أمراض السكري بأنواعها، أمراض تليف الكبد، وأيضا أمراض قرحة الاثنى عشر، أمراض الأنيميا وأمراض السل اللي هي تحتاج تتطلب إلى طاقة كبيرة، كذلك أمراض سكر الحمل وأمراض ارتفاع ضغط الدم المصاحب للسكري مع ارتفاع الكوليسترول. هذه الأمراض غالبيتها كلها وأمراض الكلى اللي هم حصوات الكلى وأمراض الفشل الكلوي المزمن وأمراض التهاب الكلى المزمن، كل هؤلاء المجموعة من الناس لا ينصح بصيامهم إلا بعد استشارة الطبيب حتى يقرر الطبيب هل حالتهم مستقرة أم لا. إذا كانت حالتهم مستقرة يصومون بس بحذر وإرشادات معينة يجب اتباعها، لكن إذا كان لا يرجى أو لا حالتهم غير مستقرة وحالتهم حرجة لأن يتطلب تناولهم لبعض الأدوية أثناء فترة الصيام، فننصحهم بعدم الصيام وعدم تعريض نفسهم للخطر والمضاعفات الشديدة. طيب يعني أستاذة شيخ، الحالات اللي ذكرتها أستاذة منال هذه من الناحية نقول الطبية والصحية، يعني دين الإسلامي يعني أجاز عدم الصيام لهذه الحالات. نعم. شلون نقدر نقنعهم من نظرة دينية؟ طبعا يعني هؤلاء فعلا اذا كان يعني الصيام ياثر عليهم وممكن يضرهم، لكنهم يصرون يعني على الصيام. اي يعني هاي لا ضرر ولا ضرار، بالعكس يعني هاي المفترض انهم يفطرون حفاظا على صحتهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا ترموا بانفسكم الى التهلكه وما يريد الله عليكم من حرج، فهم في مجال عندهم انه يصومون بعدين، خاصه اذا كان عندهم القدره بعدين يقدرون يصومون. يعني في مجال ما شاء الله طول العام 11 شهر عقب رمضان ممكن يصومون، يعني ممكن يعني لابد من استشارة الطبيب هنا يعني عشان يشخص حالتهم. فإذا قال لهم أن الصيام خطر عليهم فالمفترض أنهم يصومون، يعني ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة. لكن والمشكلة أن يعني كبار السن ما تقدرين تقنعينهم. هذا هو. ليش؟ لأنهم يعني عندهم فرصة رمضان فما يبون يفرطون فيه، تلقينهم هم يعني من المحافظين على الصيام. صحيح. تلقينهم يصومون الاثنين والخميس ويصومون كذا، لكنهم يحبون رمضان لأنه غير. فإذا استطاعوا الأبناء أن يقنعونه ودونهم عند الطبيب مقنعوا بالتي هي أحسن ممكن، وإلا يعني إذا بين لهم الطبيب أن هذه في خطر وممكن يؤدي بحياتهم هاي بيرتكبون إثم أصلاً. نعم. لأن كأنهم يعني خالفوا أمر الله، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم وأباح لهم. نعم. وأجاز لهم الفطر. نعم. فعدة من أيام أخر، فيعني لما يسببون حق نفسهم الحرج والضيق والعنت هاي يعني مرفوض من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. منال برجع لك، لو هناك يعني في ناس في مرض القلب أو الكلى، شنو العوارض يعني هم أصروا أنهم يصومون، شنو العوارض اللي راح تصير لهم؟ طبعا بالنسبة لأمراض القلب مثلا عندنا نوع من أمراض القلب زي أمراض فشل القلب الحاد الغير مستقل، اللي هم يتطلعوا يشعرون بضيق في التنفس أثناء الراحة مش أثناء العمل. نعم. ويستخدمون مدرات بولية على طوال اليوم، يعني يكون أكثر من جرعة لهم من المدرات البولية، هذولا ينصح بعدم صيامهم إلا بعد استشارة طبيب قلب متخصص. إذا صاموا يعرضون نفسهم لحدوث أزمة قلبية حادة. أيوة. وقد يتعرضون إلى الوفاة. أيضا أمراض الكلى مثلا التهاب الكلى المزمن أو أمراض حصوات الكلى قد يعرضون نفسهم للفشل الكلوي، خصوصا أن احنا السنة صايمين تقريبا 16 ساعة فترة الصيام وفي الجو الحار، فمع الجفاف قد يؤدي إلى حدوث فشل كلوي. فمثل ما ذكرت ست شيخة أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فراح يلامون أو راح يؤثمون إذا خالفوا أمر الله إذا كان الطبيب نصحهم بعدم الصيام. أيضا مرضى السكري قد يشعرون، مرضى السكري النوع الأول عندنا والنوع الثاني اللي هم كبار السن، وعندنا سكر الحمل. بالنسبة للنوع الأول ينصح بعدم صيامهم أيضا، ورح نأتي له في حلقة بالتفصيل إن شاء الله في أثناء رمضان أكيد إن شاء الله، لأنهم يستخدمون إنسولين على
طوال اليوم فقد يتعرضون لهبوط حاد في نسبة السكر في الدم، وأيضا هذا الهبوط إذا لم يعالج يعني أصر على صيامه بعد ما شعر بأعراض الهبوط قد يؤدي إلى الإغماء، والإغماء قد يؤدي إلى الوفاة، فننصح بعدم صيامهم. أيضا سكر النوع الثاني اللي هم كبار السن يعانون من السكر النوع الثاني المصاحب لمضاعفات السكري مثل فشل كلوي أو اختلال في شبكية العين أو ارتفاع في ضغط الدم أيضا مع مصاحب مع السكر النوع الثاني وهم كبار في السن، بالإضافة ارتفاع في الكوليسترول الدم قد يكونوا معرضين للإصابة بالجلطات القلبية إذا صاموا أو التعرض للفشل الكلوي إذا صاموا، بالإضافة إلى السكر الحمل. سكر الحمل احنا دائما نصر وننصح اي ام حامل مصابه بالسكري سواء قبل الحمل او سكر الحمل بعدم الصيام، لانها تعرض نفسها وجنينها للخطر، لخطر الوفاه للجنين وهي مسؤوله عن هذا الروح امام رب العالمين، ولخطر الغيبوبه الكيتونيه او خطر ارتفاع السكري او هبوط السكري اثناء فتره الصيام. فدائما وانا هني ما اقطع كلامك بالخير استاذه منال، يعني بدخل في هالسؤال اللي يخص الحوامل، يصرون بالفعل على انه يعني يصومون وهي حامل مش مدركه يعني ممكن انه يقع عليها الخطر مثل ما ذكرت استاذه منال وعلى يعني جنينها، فهني من الناحيه الدينيه ايش نقول؟ طبعا هاي يعني من القاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار. نعم. فهني مو بس ان هي يعني بتاذي نفسها، بتاذي الطفل اللي هي مسؤوله عنه امام الله كان هي اللي قتلته. نعم. يعني فهاي من الاشياء الخطيره، يعني هي هني مو بس هي نفسها. نعم. هي هني روح اخرى يعني. نعم. فالمفترض ان هي تحافظ على جنينها. صحيح. يعني مثل ما قلنا والمجال بعدين عندها مفتوح، يعني انا ما ادري ليش يصرون على الصيام والله سبحانه وتعالى يعني اعطاهم رخصه، قلنا الله يحب ان تؤتى عزائمك كما يحب ان تؤتى رخصه، فهي معذوره من المعذورون اللي يباح لهم يعني بكل تفاصيل، حتى بعدين عليها القضاء يعني ما عليها شيء، عرفتي شلون؟ لان هي خايفه على نفسها وعلى جنين فعليها القضاء. استاذه شيخه جيتك وانا يعني او جاتك يعني مثلا سيده وهي حامل و يعني وكلمتك في الموضوع. نعم. يعني انت كاستاذه شيخه شلون بتدخلين لها بتكلمينها يعني، مثل يعني بدون مثلا ما تذكرين لي لا ان انت بتقتلين مثلا جنينك وكذا، فاقنعيني. يعني ما قلت لك ببين لها الاثار عليها هي كشخصيه. نعم. واثارها. نعم. على الجنين، فاذا كانت تحب جنينها ما اعتقد انها بتعرضه للتهلكه من باب الحب يعني. ايه من باب الحب ومن باب العطف، انه يعني ما تصدق انه بيها فشلون يعني تسبب في يعني هلك روح يعني. لا فيعني مع الايات ومع الكلام الطيب وانه في مجال اخر وان المجال مفتوح امامها طول العام تصوم من بداله، يعني هاي بخليها حتى بتشوفها قدامها سليم، لان يمكن بعد هاي يضر حتى لو يمكن ما يجيها الطفل سليم، يعني حتى لو بعيش ما يجيها سليم، لكن اذا قالوا لها مثلا انه ما شاء الله يعني حتى لو صامت يعني الطفل بيكون الحمد لله سليم وهي ما عليها ضرر، فما في مشكله الصوم، وفقط اذا كان يسبب لها او للطفل. يعني مثل ما قلنا لا ضرر ولا ضرار. نعم. هناك في استاذه شيخه هاي السؤال بوجهه لك وحق منال، هناك في اشخاص يعني ياخذون ادويه، نبي نعرف يعني سواء كانت منتظمه وخصوصا اللي الحين يعني راح نبتدي في شهر رمضان بيكونون صايمين، شنو اللي يعني يجيز ان احنا نسويه في هالحالات؟ يعني شوفي انا بالنسبه لي يعني انا اعرف مثلا اذا كانت مثلا تاخذ الحبه مثلا في مره في اليوم مثلا، ايوه هاي ممكن تاخذها عند الفطور او عند السحور، اذا كان مثلا تاخذ حبتين بعد ممكن، لان في اشوف يعني وايد من السكريون يقولون لي نحن ناخذ عند السحور وناخذ عند الفطور او يعني خلال اليوم بحيث انه ما ياثر عليهم في الصبح يعني في فتره الصباح. بس اتوقع هاي لازم يعني فاذا تكون كان فيه فاذا كان في تاثير عليهم في فتره الصباح يعني وهي صايمه ياثر عليها لازم من استشاره الطبيب، يعني ممكن ينظم لها متى تاخذ الحبه ذي ومتى تاخذ الحبه ذي. نعم. هاي بالنسبه لاختنا، لكن انا اقول بالنسبه للاسلام يعني دائما ندعو الجمهور او المرضى انهم ما يغيرون في دواهم بروحهم. يعني مثلا انا اخذ انسولين حقن انسولين عشان شهر رمضان بوقف الحقن بروح بشتري لي حبوب من الصيدليه، لان جارتي صامت مع الحبوب وكانت امورها اوكي طيبه. نعم. اللي ينفع جارتك ما ينفعك. نعم. وانت تؤثمين امام رب العالمين، لان انت عرضتي هالجسم اللي هو موضوع امانه بين ايديك لخطر المضاعفات اللي هي قد تكون مضاعفات مزمنه ومهلكه. نعم. يعني لا رجعه فيها ولا يوجد لها علاج، فدائما ننصح اي مريض سكر او مريض قلب او مريض كلى بعدم تغيير مواعيد الدواء دون استشاره الطبيب. نعم. وننصحهم بانهم يعني الالتزام بنفس الجرعه المحدده وعدم تغيير نوع الدواء الا باستشاره الطبيب. نعم. اسال انا استاذه شيخه، الحين لما اي معافى ما عنده يعني اي عذر انه مثلا ما يصوم، الم ضرس
مثال دق عليه ألم ضرسه ومحتاج انه مثلا بياخذ المسكن او يعني هذه النوعيه من الأدوية. لابد انه يفطر اذا كان يعني بياثر على صيامه ومش قادر يستحمل لين اخر اليوم لابد انه يفطر لان الم على هذه يعني عندنا ان الم الضرس يعني شيء مهم جدا ويبيح للاسلام الم يعني خلاص هو تعرض له يعني هو المرض ما حدد الاسلام فان كنتم مرضى او على سفر يعني تشوفي مرضى اي مرض يؤثر علي مش قادر استمر في الصيام افطر فعدته من ايام اخرى يعني بكل سهوله بكل بساطه لكن افرضي ان الم بسيط يعني ممكن ان انا استطيع ان انا استمر للمغرب ما في شيء لكن ممكن ياثر عليه ممكن يسبب له نزيف والنزيف ممكن يدخل الى داخل جوفه بفطر اصلا قصبا عني عرفت شلون فيعني الافضل انه في استشاره الطبيب اذا راحت وقالوا لها ما في شيء ان شاء الله وتستمر تستمر ان شاء الله أستاذة شيخ أنت ذكرتي عن السفر والحين يعني حال الناس يعني بيسافرون والسفر صار عندنا شيء سهل شنو حالة ضرورة السفر إذا يعني أنا أقدر أفطر وطبعا يعني المسافر هاي من المعذورون والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه لكن إذا كان مثلا السفر بيسافر في طيارة مسافة صغيرة يعني نايم مرتاح بيصل إلى هناك بتي سيارة بتأخذها بتودي الفندق يعني ما في العنة والمشقة اللي يلقيها المسافر لو راح مثلا عن طريق البر وتكون مسافة طويلة يوم ولا يومين فهذه يعني ممكن يفطر وممكن يصوم يعني في الحالتين ممكن لا لكن وأن تصوموا خير لكم لأن حبيبنا يعني وهو مسافر مرة صام وفي مرة يعني واستمر في الصيام مرة صام لكن أحسوا اللي معاه لأنه كان في معركة وأحسوا اللي معاه بالتعب طبعا حبيبنا لازم يكون قدوة أمامهم فطلب لبن وشرب فبعضهم ما فطروا فقالوا أولئك العصاء أولئك العصاء أولئك العصاء معناته أنه يعني المفترض أنه خلاص يسوون مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصلا حبيبنا قادر يستمر في الصيام لكن أهما فهو حبيبنا خوفا عليهم فطر عشان يفطرون فلما استمروا في الصيام يعني قالوا لك العصا فاذا الان السفر مع وسائل الراحه ذي وبالطياره اذا لم يدج مشقه ممكن يستمر في صيامه ومثل ما قلت سبحان الله للامرين حب يصوم خير وبركه يفطر يعني ومسافه طويله مثلا رايح امريكا 14 ساعه مجاز وخير وبركه يفطر يعني وعدته من ايام اخرى صحيح استاذه منال نفس السؤال بس يعني شلون المريض يرتب مثلا ادويته في السفر سواء كان رحله طويله في طياره او حتى لو وصل هناك البلد المقصود شلون مثلا تكون افطاره شو يركز عليه من ادويه او شو يركز عليه من اطعمه ايضا طبعا مثلا لو جينا اخذنا من مرضى السكر اللي هم اكثر الناس يعني انتشارا واكثرهم استخدام الادويه دائما انصح مريض السكر مثلا اذا كان يستخدم حق الانسولين حمل الانسولين في حقيبه خاصه وعدم وضع ادويته مع الشحن خوفا من ضياع الأمتعة تبعته ثانيا ينتبه على الوقت إذا كان في مثلا مسافر أمريكا أو في مسافة طويلة وفي فرق طويل في الوقت على وقت الجرعات ويستشير طبيبه أو المثقف الصحي قبل السفر إن لو أخذ الجرعة في الدوحة صباحا لما يوصل أمريكا بيكون صباحا هل يأخذ جرعة الصباح ولا جرعة المساء مثلا فيستشير طبيبه راح أو المثقف الصحي هي يعني التثقيف موجودة مش 24 ساعة بس موجودة يعني معاكم أيوة عندنا خط ساخن 24 ساعة فترة رمضان إذا حبوا يسافرون أثناء رمضان عفوا مش 24 ساعة برضو في رمضان من الصباح 8 صباحا إلى الساعة 11 ليلا عيادة التثقيف الصحي موجودة من الساعة 7 إلى الساعة 1 وغالبية مرضانا يعرفون تليفوناتنا الخاصة ممكن يتصلون في أي وقت علينا ويستشيروننا في أي لحظة إيش كثر هذه مهم أنه يكون يعني أيضا يعني موجود في كل العيادات طبعا احنا دائما ندعي المستشفيات الخاصه والمستشفيات جميعها تقضوا حذو مستشفى حمد مؤسسه حمد الطبيه وتوفر عيادات تثقيف صحي في جميع التخصصات تخصصات القلب تخصصات الكلى تخصصات السكري والامراض المزمنه خاصه وامراض الربو والازمه لان اصبحت مواعيد الناس بعيدة ولا يستطيع رؤية الطبيب في نفس الوقت اللي هو محتاجه فتكون موجودة المثقف الصحي المؤهل والمدرب إنه يحل محل الطبيب ويعطيه الإرشادات اللازمة له في أي وقت يحتاجها المريض نعم أستاذة شيخة بسألك شيء يعني نبي نعرف أهمية التوعية حق الناس يعني اللي يتعرضون للصيام وخصوصاً إنه يكون خطر عليهم نعم
يعني ما شاء الله برنامج يعني التثقيف الصحي ما شاء الله موجود والمستشفيات موجوده مثل ما قالت، يعني ارقام تليفوناتهم موجوده، فلا بد من التوعيه في المجتمع، طبعا في التلفزيون في يعني اكثر شيء يمكن الان التلفزيونات يعني، فالمفترض انه قبل رمضان تثقيف صحي للمرضى، بيان خطر عليهم لو صاموا، لابد من استشاره الطبيب اذا يصومون او ما يصومون، يعني هو اعلم بصحتهم وهو اعلم باللي يقوله لهم، والمفترض انه يلتزمون بتعليمات الطبيب لانه هو اكثر واحد يعني يحافظ عليهم ويحافظ على صحتهم. ممكن الجرايد يكتبون لي مثلا، في ناس يعني متابعين للجرايد. صحيح. في برامج مثل ما قالت ما شاء الله في قناه الريان عندكم لقاء يومي مع الجمهور، فيعني فرصه ما شاء الله للتواصل يعني، والان ما شاء الله وسائل الاتصال مفتوحه وفي كل مكان، فما نعرض نفسنا يعني للخطر، والله سبحانه وتعالى اباح لنا واجاز لنا، فليش ما ناخذ برخصته يعني؟ نعم. الله اعلم بمن خلق، يعني هو اللي خلقنا وهو اعلم بما يصلحنا يعني وبما يسعدنا ان شاء الله. نعم. كلمه سريعه واخيره للاستاذه منال. تفضلي. طبعا احنا نوجه دائما المرضى المشاركه في برامج التثقيف الصحي الخاصه برمضان، برامج توعيه. احنا انتهينا من برنامج المدار اللي عقد في الجمعية القطرية للسكري على مدار شهر تقريبا، كان في عنا يوميا محاضرات ورش عمل، كل اثنين ورش عمل ومحاضرات موجهة لمرضى السكري من النوعين الأول والثاني وسكر الحمل، وإرشادات خاصة بالشهر الفضيل. إن شاء الله بعد ما ننتهي من الشهر الفضيل رح نعمل ورش مشابهة للحج أيضا. نعم. ودائما مراجعة عيادات التثقيف واستشارة الطبيب قبل عمل أي شيء أو تغيير أي شيء. ننصح مرضانا أن دائما بعدم الصيام والمخاطرة بأنفسهم إذا كان هذا يأثر عليهم، ونتمنى لهم صياما آمنا إن شاء الله هذا السنة، وكل عام وأنتم بخير. اللهم آمين، وبارك الله فيكم وفي جهودكم، وجميل هذا الدمج بصراحة، ومثل ما يقولون الاتحاد قوة، والله يجزيكم يعني خير الثواب. جزاكم الله خير. والحين مشاهدينا نروح فاصل ونتابع من بعد حلقتنا، خلكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد. الحين خلونا ننتقل مع زميلنا عبد الرحمن للنادي العلمي عشان نشوف معاه الانشطه الصيفيه هناك. صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح الخير يا نيلة، ومصبح على الساده المشاهدين. متواجد معاكم في النادي العلمي الاقطري تغطيه الانشطه الصيفيه لهذه السنه، مثل ما عودناكم يعني خلال هالاسبوع والاسبوع اللي طاف يعني حاولنا نغطي بعض الانشطه الصيفيه في مختلف مناطق الدوله. المميز في النادي العلمي انه يميز انه في اشياء جدا كثيره متنوعه مهاريه وعلميه، مثل ما نشوف وراي بعد فيه بعض الالعاب الذكيه اللي تحفز تحاول تحفز المخ وتعطي المهاره للشباب اللي يطلعون مثلا وقت الاستراحه، يطلعون يكون بينهم تحدي، يكون بينهم تنافس. حتى انا بعد حاولت العب في هذه الالعاب لكن فيها تحدي بعد، يعني حاولت افوز لكن ان شاء الله المره الجايه. وبيكون معنا ايضا السيد علي الشيخ علي بن سلمان ال ثاني نائب المشرف العام للانشطه الصيفيه النادي العلمي الاقطري، اللي بيكلمنا اكثر عن بعض التفاصيل الانشطه الصيفيه. صبح عليكم بالخير اول شيء الشيخ علي، وبدايه لو تخبرنا عن اهم فعاليات برنامج النادي العلمي الاقطري. والله عندنا من اهم فعاليات النادي العلمي الاقطري في النشاط حق الصيف، عندنا هو النشاط الصيفي وحق الاطفال تراوح الاعمار عندهم الصغار اللي هم من الصف الاول لين اول ثانوي، وتتنوع النشاطات عندهم، وهي نشاطات علمية وثقافية في نفس الوقت، وتساعدهم تنمية الذكاء قدرات الذكاء عندهم. بس لو تخبرنا يعني عن أهم يعني الألعاب اللي عندهم أو الأشياء الترفيهية وبعد العلمية. والله عندنا النشاطات تبتدي عندك الفئات العمرية، تبتدي من الصف الأول إلى الصف الثالث، عندهم نشاطات مثل الكمبيوتر و مهارات يدوية وفنية، وبعد عندهم الطاقة والعلوم وقسم اسمه جنون العلوم.
بس لو تخبرنا بعد او تخبر الساده المشاهدين عن هذه الالعاب يعني لفتت نظري انا صراحه يعني فيها تحفيز المخ يعني فيها حتى وقت الاستراحه مثلا يطلعون الشباب انهم يلعبون يكون في تحدي بينهم لو تعطينا نبذه بس يعني كيف ان هالاشياء ينمي يعني مواهبهم ويحفز عقولهم على هالشيء. والله هذه الالعاب موجوده هنا حق عندهم وقت الاستراحه لما الشباب يطلعون عندهم يقدرون ينمون ذكائهم كل واحد يفكر شلون يحل الافكار وما شاء الله يعني الاطفال عندهم تفكير يحل الالعاب والالغاز اكثر من الكبار والشباب. لو تخبرنا بعد عن كم كميه الاقبال او كيفيه الاقبال على المشاركه في النادي العلمي وهل تشوفين في مشاركه كثيره لو تخبرنا لو في عندكم عدد او يعني فئات سنيه المتواجده ايضا بعد من سواء من فتيات او شباب. والله احنا فتحنا عندنا التسجيل من شهر 6 بدايه شهر 6 وكان عندنا كنا فاتحين التسجيل عندنا 200 عدد طلاب 200 ولما شفنا العدد والاقبال الكبير قمنا نزيد 50 وعقب زدنا 50 لما وصلنا 400 عدد طالب وطالبه وما شاء الله الاقبال يعني كبير وللحين بعد عندنا يعني في انتظار عندنا 150 ل 200 وشيء طالب والنشاطات تختلف عندك الاعمار عندك من صف اول لثالث والثالث لين اول اعدادي من اول اعدادي لين اول ثانوي كلها نشاطات مختلفة وعلمية وأن تساعدهم تنمية القدرات والذكاء. بس لو تخبرنا بعد عن يعني الأولياء الأمور بعض أولياء الأمور كيف ردت فعلهم مثلا هالأنشطة متنوعة بدل هي ترفيهية وبعد علمية يعني وكيف ردت فعل مثلا المشاركين مثلا من سواء من قسم الجنسين يعني الفتيات والشباب. والله ما شاء الله ردت فعل الأولياء الأمور كانت ردة إيجابية وما شاء الله يعني كل سنة طالع الأولياء يزيدون وبعد يعني اللي جاوا قبل يزيدون أكثر وعلمون غيرهم ويحضرون يعني زاد العدد ما شاء الله كبير من كل سنة تفرق على السنة اللي فاتت. كيف تشوف ردة فعل يعني المشاركين فاش؟ والله ما شاء الله المشاركين يعني ردة فعلهم إيجابية ومستانسين يعني حتى إن بعد انتهاء النشاط يبغوا يقعدون زيادة يعني ما يبون يطلعون ما حد يبي يمشي. وزين لو تخبرنا بعد انا سمعت ان في شيء وعندكم ختام وشيء للانشطات الصيفيه تكون شو شيء يعني اذا كان ما زاد او شيء. هو عندنا بعد ما خلص الفتره الصيفيه راح يكرم الطلاب على شهادات النشاطات اللي خذوها فكل طالب عنده 4 نشاطات سجل فيها في كل اسبوع مده شهر النشاطات كل اسبوع دوره وياخذ عليها شهاده وبعد ما خلص من بعد ما نخلص من توزيع الشهادات تكون في عندنا المزاد اللي هو نبيع فيه الأغراض اللي يسووها الطلاب الصغار في المعادن من تشكيل معادن وفنون فيكون فيها مزاد في النادي العلمي إن شاء الله بعد يعني كيفية المزاد ومتى بيكون تقريبا يعني؟ المزاد يكون إن شاء الله يمكن نص رمضان بعد انتهاء اللي هي فترة النشاط اللي هي 27 إن شاء الله بيكون بعدها بفترة بسيطة. هل المزاد بيكون يعني شامل ولا بس مقتصر بس على مثلا اللي كانوا مشاركين في النشاط الصيفي؟ هو المزاد بيكون من الاشياء اللي سووها الاطفال في النشاط من معادن واعاده هيكل الريسايكل ويعني كلها اشياء تصميم من نشاط من داخل النشاط. الله يعطيك العافيه الشيخ علي بن سلمان الثاني نائب المشرف العام للانشطه الصيفيه في النادي العلمي القطري مشكور يعطيك الف عافيه ما قصرت. الله يسلمك عافيك. مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام في النادي العلمي يعني اشياء جدا والعاب جدا متنوعه حتى تحفز ايضا الشباب او حتى اظهار مواهبهم العلميه والمهاريه ايضا، حاولنا ننقل لكم بعض الالعاب وانا بعد بروح اكمل بعض الالعاب التحديه لان عندي تحدي بعد شوي، نرجع لكم الاستديو. روح كمل يا عبد الرحمن الالعاب ويعطيك الصحه والعافيه وشكرا لضيفك. حصه لو لاحظت هناك تنوع في الانشطه الصيفيه اللي سووها النادي العلمي. يعني هاي يعطي حافز حق سواء كانوا الاولاد او البنات اللي قاعدين انهم يروحون يشاركون في هاي الانشطه. شوفي النادي العلمي يعني معروف ومو بنقصان يعني بالنوادي اللي يعني مفتوحه وكذي بس يعني معروف يعني بطبيعه معينه للانشطه اللي يقوم فيها يعني. انا شخصيا العام دخلت ولدي. فبالفعل يعني اشتغل عقله بطريقه يعني ما تتصورينها، فعلا في تحدي لدرجه انه كان يتحدى نفسه يروح ويرجع على اساس انه ينفذ مثلا التجربه اللي قام فيها في النادي، زين نجيب له الادوات وهذه يبي يضيف عليها. يمشي ممكن
ابي اخترع ابي اخترع يتكلم يعني ابي اخترع ف ويكسب لغتهم. فيعني لاحظت انا فعلا التاثير وانقال يعني فعلا وهو صادق يعني بالنسبه للعدد. لان لما كنت اروح ادخل يعني ادور عيالي طبعا من ما شاء الله ما شاء الله يعني العدد الكبير للاطفال اللي موجودين انه يزيد العدد اكيد يعني ان هناك في تاثير وفي يعني استجابه انه يزيد العدد بين كل مره وكل مره. الله يعطيهم العافيه. امين ان شاء الله ونتمنى نعم. لهم التوفيق. نعم. والان مشاهدينا خلونا نشوف تطبيق جديد في هذا التقرير ونرجع مره ثانيه للاستديو. كهرماء. كهرماء هو التطبيق الرسمي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، خصصته المؤسسة لتسهيل معاملات المشتركين الإدارية والمالية. يقوم التطبيق بتوفير خدمات إلكترونية متعددة، منها متابعة حالة الخدمات المطلوبة، دفع فواتير الكهرباء والماء المستحقة عبر الإنترنت، تحديث عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالفاتورة الإلكترونية، والتواصل مع المؤسسة عبر الهاتف أو عبر إرسال اقتراحات أو تقديم شكاوي مرفقة بالصور. إلى جانب هذا التطبيق، تطبيق آخر صممته مؤسسة كهرماء، كهرماء كارير فير، والذي أطلقته بمناسبة مشاركتها في معرض قطر المهني 2013، ويقوم بتوجيه الراغبين بالعمل في المؤسسة أو التعاون معها. يستطيع من يرغب من المستخدمين التقدم بطلب توظيف أو تدريب عبر تعبئة نموذج التوظيف على الإنترنت مباشرة، وأيضاً الاطلاع على شروط التقديم للبعثات الدراسية أو التقدم بطلب الالتحاق ببرنامج كهرماء للبعثات الدراسية. كما يطلع المستخدم من خلاله على آلية التوظيف المتبعة في الشركة وإجراءاتها وعلى أحدث الوظائف الشاغرة. كهرماء وكهرماء كارير فير تطبيقان متطوران متوفران باللغتين العربية والإنجليزية. وصلنا الآن مشاهدينا للعبة الأسبوع اللي اخترناها لكم ونيلة يعني قاعدة تلعب الآن فيها، وهذه اللعبة من مركز التعلم المبكر اسمها أكوا دودل. يقدر الطفل يعني طبعا يلعب فيها ابتداء من سن السنة ونص وطبعا أكبر، وخصوصا عيالنا اللي يعني يحبون يمسكون القلامة أو أي شيء في يدهم بحيث أنه يستخدمونه. طبعا هي عبارة عن مثل السجادة الصغيرة مثل ما تشوفونها هني. هذه السجادة الصغيرة تيكم معاها يعني قلامة وريش وثلاثة أختام، والقلام والريش وهذه الأختام اللي موجودة ترسم. شلون نقدر نرسم فيها؟ نرسم فيها أن إحنا نترسها بالماء، مثل هذا القلم اللي عندي هني ينترس بالماء من هني من الرأس، وبعد ما ينترس بالماء شو يصير؟ يصير أنه أقدر أنا أكتب فيه بأي يعني مثلا أنا هني بكتب الصباح رباح. شوف الالوان يعني يعطيني الوان معينه على السجاده، ونيله هني قاعده تطبع عندي مثلا نجوم، ممكن تطبع عندي سحب، ممكن عندك الريشه نيله لو تلولين لنا مثلا لون من الالوان. اللون الحلو نيله في هذه اللعبه ان الماي او يعني الطباعه على السجاده تقعد اقل من نص ساعه، وبعدها تختفي هذه الرسومات، فيعطي الفرصة أن أنا أو أن الطفل، طبعا أنا شكلي بلعب، أن أنا أكتب مرة ثانية وأرسم وأحط اللي أنا أبغيه. وغير هذه تساعدنا يعني نيلة الحين كم ياهل في البيت يستغل طواف البيت على أساس أنه يعني يكتب ويشخبط ويرسم، فهذه حلوة جدا أنه يفرغ يعني كل ما عنده من يعني خيالات ومن أمور فنية على هذه السجادة. وغير هذه ممكن إحنا بعد نعلقها نيلة على الطوفة اي ونعلقها على الطوفه، ويقدر انه يرسم ويحس نفسه انه هو خلاص شخبط على الطوفه. مشاهدينا الماي اللي نحطه في القلام لازم اهم شيء يكون نظيف، هذه اهم شيء على اساس انه ما ياثر على الكتابه ويبهت لون الخط وما يطلع. وغير هذه انه لما استخدم قلامه ثانيه طبعا مش يعني مش المخصصه مش راح يعني يطير لونها وبتتم يعني معلمه عندي في السجاده. هذه هي لعبتنا، والصباح رباح بدا يعني يطير، فيعني اكدي على الصباح رباح اهم شيء ناكد عليه. اي اكدي على الخط. انزين الصباح رباح الصباح رباح ايوه. حصه بعد يعني خصوصا حق الامهات اللي يعني يكونون شوي معصبين يقدرون ياخذون هاللوحه ويستغلونها
حق الاطفال يعني انهم ياخذون هاي التشكيلات نفس ما نشوفها مشاهدينا. شوف هي مش راح تعصب لو يعني خلصت شغلها ولدها حذاها أيوة. ولون ورسم بالطريقه اللي يبيها، ممكن حتى تشاركها كلاميا في هذه اللوحه، فيها الوان، فيها رسومات، شمس، طياره، نفافيخ، طيور، فيعني بيمتص عصبيتها مثل ما قلتي، وغير هذه بتستمتع بوقت جدا حلو مع ولدها. وحتى راح يعني يتعلمون من خلال هاي اللوحه بعض الرسومات، الشمس، البالونات، الطيور، عندنا يعني وايد رسومات يقدرون يتعلمونها اطفالنا. هاي كانت لعبتنا اليوم حصه. اي نعم، السجاده السحريه انا سميتها، خلاص سميتيها السجاده السحريه. نعم. مشاهدينا وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا لليوم، وقبل ما نختم احب اذكركم بالتواصل مع اسره الصباح رباح على البرنامج صباح دوت رباح @الريان دوت تي في، او عبر صفحه قناه الريان الفضائيه على الفيسبوك والتويتر. فمان الله، مع السلامه.